مساء الخير جميعا، يوم جميل على الدنيا كلها وعلى كل الناس الحلوة، الناس المحبة للمعرفة وللتاريخ وللحياة وللدنيا ولكل حاجة في الوجود. ليا الفخر والسعادة أن يكون معاكم النهاردة على يعني منصة من أجمل ما يمكن، وليها معزة غالية جدا في قلبي، ديوان ناس مش بس منصة المعرفة، لا ديوان كمان هي ناس بتستمتع بالمعرفة وبإضافة القيمة للناس كلها. مش عايز أقول كلام كبير، بس أنا بجد كل مرة بدخل ديوان بحس إن ده بيتي. كان دايما عندي يعني تفاؤل رهيب إن أنا الثلاث كتب بتاعتي كان أول إطلاق ليهم دايما، وأول إيفنت للإطلاق الغير رسمي بعيد عن الكلام الكبير كان دايما يبقى معاهم. فأنا سعيد برضو إن أنا النهاردة بعمل حاجة زي كده معاهم إن شاء الله، ومع حضراتكم جميعا إن شاء الله. انا مش متعوده، يعني متعود اعمل فيديوهات اطلع اتكلم لوحدي بس بفتي في حاجات غريبه وكده، ف هنا اول مره اعملها مع ديوان. فحسب انا فاهم العمليه هتبقى يعني مفتوحه، لو عندكم اي اسئله انا تحت امركم في اي اسئله في الوجود، لكن غير كده انا اقعد اتكلم معاكم بصفه عامه عن الثلاث كتب اللي احنا عملناها بكل التفاصيل بتاعتها، كان ايه الهدف منها والرساله اللي عايزين نوصلها منها وكل حاجه. وفي نفس الوقت عايز اقول لكم ان الرساله الدائمه الواحد دايما بيحاول يوصلها في كل حاجه بيعملها هي اضافه القيمه على قد ما نقدر. والرساله الثانيه المهمه جدا بالنسبه لنا دايما بحاول اوصلها في كل حاجه في حياتي، اهلا بيك يا طارق، بحاول اوصلها في كل حاجه في حياتي دايما ان احنا بني ادمين دايما. حتى البرامج بتاعتي لما كنت بعمل برامج مع الاف ام قبل كده، الاف ام 95 الانجليزي، او لما كنت بعمل مثلا راديو هيت السفائل، او من اهل مصر في راديو مصر، او اي مكانت، كل حاجه عملتها دايما بحاول اوصل للناس فكره بسيطه. مساء الفل عليك يا نيلي، ان احنا طبيعيين بشر، والبني ادم الطبيعي هيغلط، واللي بيشتغل لازم هيغلط، فهنقع 60 مره وهنقوم تاني، بس الانسان الطبيعي برضه هو اللي بيتعلم حاجه مهمه قوي، الوعي والادراك. الوعي الادراك ده من اخطر الحاجات اللي قد تعرقل كل خطوات التقدم بالنسبه لنا. حاول ما اقولش كلام عربي كبير، بس انا النهارده كنت في اجتماع الصبحيه مهم جدا في مدينه بدر، وواحده من التحرير كانت كل كلامها انجليزي، وفجاه قالت طمانينه، فكانت كلمه بالنسبه لي قويه جدا، فانا لازلت في المود انا عايز اقول كلام عربي كده شويه. لكن احنا اكتر حاجه بتعطلنا في الحياه هي احنا، اكتر حاجه بتوقفنا في اي حياه، في نجاحنا، في تطورنا، في ان احنا نحسن من نفسنا او نستمتع بالحياه بجد، هي الحاجات اللي بيسموها الاجانب الانهيبيشنز الداخليه، اللي هي الحاجات اللي جوه كده بتمنعنا. بنحط لنفسنا حواجز، بنخوف نفسنا من حاجات، بنخاف من التطوير، بنخاف من ان احنا ننجح سام تايمز، بنخاف ان احنا نبقى طبيعيين، بنخاف ان احنا نحب على فكره، بنخاف نقول كلمه الحق في بعض الاوقات، بنخاف ان احنا نطلع بافكار ونقول لا هيتريقوا علينا ولا غيره. فاغلب المشاكل طالعه من جوانا. ده اللي انا حاولت دايما في الكتب بتاعتي ان انا احطه، والكتب بتاعتي زي ما حضراتكم اكيد عارفين الناس اللي قروها، احنا عندنا ثلاث كتب، ثلاث كتب كانت اغلبها مبني على تجارب شخصيه. انا مش كاتب محترف خالص، عشان كده في ناس اقوى مني مليون مره عندهم الابداع والرؤيه ان هو يالف مليون كتاب في كل اتجاه. انا خبراتي المحدوده هي تدور في نطاق الحياه اللي انا عشتها، والحياه اللي انا عشتها يمكن حتى اكتر مره لسه كنت كاتب من يومين على الفيسبوك، انا عشت 1000 عام، وعشت 1000 عام ده على فكره كان اسم كتاب للراحل العظيم يوسف وهبي، بس انا حسيت كده من كتر البلاوي اللي عديت فيها والمشاكل والاخطاء والكوارث والتحديات وكل حاجه، جالي عندي قناعه كده ان انا شفت كل حاجه في الدنيا، كل شويه مستني طب ايه بقى، مش كفايه كده ولا ايه؟ لكن مع كل حاجه الواحد بيدخل فيها بيتعلم كتير قوي، وتعلمنا نعمل حاجه جميله قوي ان احنا بنسميها الريفلكشن، ان انا برجع بظهري لورا كده وابدا اشوف هو انا ايه اللي حصل النهارده؟ هو انا كنت مبسوط ليه؟ هو انا زعلت ليه؟ انا بطلت الاذاعه بسبب القصه دي، لعبه الوعي والادراك. كنت بكتب دايما يومياتي، والناس اللي بتابعني على الفيسبوك او غيره بتلاقيني دايما بكتب كل حاجه بتحصل لي، حتى اصدقائي، اصدقائي عندي شله شهيره جدا الحلاقين، كان لسه بيكلموا معايا النهارده بيقول لي لا ارحمنا انت ساعات يعني بتقول كل حاجه لدرجه بنقلق عليك، الناس ممكن تحسدك في بعض الاوقات، انت بتجيب نفس الكلام. وانا بقول لهم انا ببقى عايز اطلعها، نمره واحد بحرج نفسي بزنق نفسي عشان ما اعملش حاجه غلط، نمرة اتنين برجع لها تاني بعد كده بتفرج عليها واقول هو الكلام ده كان صح كان غلط كان منطقي كان ايه المشكلة اللي فيه. فده اللي احنا بالظبط بنعدي فيه على طول كده، ان انا لما بحط الصورة قدامي كده لقيت في مرة من المرات ان انا كل ما بروح بعمل برنامج الاذاعة وانا رايح معنوياتي من اسوأ ما يمكن، وبعد كده بقيت كل ما بخلص برنامج الاذاعه كده برضو وانا رايح ساعتها ببقى بعديها بعد ما بخلص وانا مروح بقى بيتنا عندي حاله من الحزن والشجن غير طبيعيه، عامله زي الاغاني بتاعت مثلا الفنان محمد محي اللي هو متشحتف شحتفه غير طبيعيه، او زمان الفنان الكبير هاني شاكر. فقلت ليه الحزن ده كله؟ انا مش مبسوط، لما لقيتها بتتكرر كل مره يبقى انا فعلا مش مبسوط، يبقى انا مش عايز اكمل في حاجه زي كده. اول حاجه بطلبها من الناس دايما هو الوعي والادراك، ان احنا دايما نواجه نفسنا كده ونعترف بالحقيقه. مش معنى كده ان انا هبقى ملاك وما غلطش، انا لسه من شويه يا جماعه كنت مخلص محاضره مع طلبه الاكاديميه، عندي اكاديميه العربيه، اولاد وبنات زي الفل، بس العلم لعبه بسيطه كده،
سألتهم ايه القيم اللي انتوا عايشين بيها، قالوا كلها حاجات جميلة جدا، النزاهة والصدق والأسرة والمجهود والكفاحة وكل حاجة. هرد على سؤالك دلوقتي حالا يا سلمى. وبعدين قلت لهم ايه القيم السائدة في المجتمع، قالوا لي الفساد والبلطجة والنفاق والعشوائية. الله، قلت لهم انتوا مجموعة ملائكة ولا ايه؟ ولا احنا ما بنشوفش ان احنا بنعمل غلط واللي حوالينا هم اللي بيعملوه بس؟ لا، احنا زينا زي غيرنا، والمجتمع اللي احنا فيه ده نتاج كل افعالنا. بس انا لما بغلط بقول اه ما كنتش اقصد، لما بكذب بقول دي كدبه بيضه، لما بنافع حد ولا بطبل بقول لا لا ده انا بكبر بخاطره، بس غيري يا ويله يا سواد ليله لا يعمل حاجه زي كده. ده اللي احنا عايزين نبدا ايه نتعامل معاه بواقعيه، عشان اعترف انا مشاكلي 1 2 3 هتعامل معاها، هقللها، هعتذر عنها، هقوي الحاجات الايجابيه اللي عندي، همنع نفسي، احط لنفسي حواجز قبل ما اغلط وهكذا. اول حاجه بتعطلنا تاني هي الموانع اللي حاطينها لنفسنا كده. هرد على سلمى، انا بتكلم في الحاجات. سلمى بتسال ازاي امارس الانجليش واتعلمه بسرعه. اول حاجه عايزك تعمليها يا سلمى، اولا لازم في دراسه، دراسه يعني في عندنا حاجات اللي هي ليها دعوه بالنحو، الجرامر الانجليزي، تركيب الجمل، الافعال، الكلمات، المبتدا والخبر، هم عندهم حاجات زي كده برضو في انجليزي عادي جدا. وبعدين بعد كده الممارسه المهمه جدا، اولا انت عندك كميه حاجات فيها النطق، غير في طبعا مراكز تعليم ممتازه زي بريتش كونسل وزي بيرلس وحاجات كتيره، بس جنب كده كمان بطلب من الناس دايما تمارس بنفسها. هتلاقي دايما في كوميونيتيز اونلاين، في تجمعات كده اونلاين بتخلي الناس يتكلموا مع بعض، حوارات ما بين الاجانب. عايزك تتفرجي دايما على حاجات مترجمه باللغه العربيه، فانت شايفه قدامك الكلام الانجليزي وسامع الناس بيتكلموا ازاي، وفي نفس الوقت شايفه قدامك ترجمه. نفس القصه بالظبط، مطلوبه منك تتفرجي على حاجات انجليزيه بس مكتوب عليها زي ما موجود ترجمه بالعربي، لا اللي مكتوب قدامك اللغه الانجليزيه هي اللي الراجل بيقولها او الست بتقولها البطله، مكتوبه قدامك تعرفي الكلمه اللي سمعتيها دي مكتوبه ازاي. عايزين نربط بين الاثنين. وعايزك تعلي الحصيله بالممارسه الفعليه، حتى لو رحت تطوعتي في انشطه ليها دعوه بحاجات للسياح ولا غيره، في حاجات فيها اجانب على قد ما تقدري، ان اللي هيقوي اي لغه في الدنيا هي الممارسه الفعليه. طيب فنرجع تاني، فاحنا قلنا اول حاجه عايزين نتكلم عليها هي بنتكلم على الوعي والادراك. وبرجع اقول لكم تاني، انا بطلب من كل حد ما تقلقش خالص ان انت تطلع قدام نفسك مش فاهم في حاجه، غلطان. ياما طلعت كده، يوم من الايام كان عندي مشكله، ودي كان حاجه مثلا في كتاب اللي هو استماره 6، كنت في موقف معين، وبعد ما كنت بقيت مدير قطاع كبير في بنك من البنوك يعني ضغطوني ضغطه، ومديري تحسسني يومها انها صغير جدا. انا قلت لمراتي يوم، هو انا غبي ولا ايه؟ انا فقدت الثقه بنفسي تماما. مراتي قالت لي كلمه عبقريه يوم، قالت لي هو انت مش بتعمل اقصى ما عندك؟ لو انت بتعمل اقصى ما عندك ده كافي بالنسبه لنا، كويس جدا، لا يعنينا اكثر من كده. فهي دي اللي انا بدور عليها، ان انا بدل ما احط كل ما عندي مفيش حاجه تخوفها خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ما قالش نتيجه عملكم. انا بقنع نفسي بالحاجه البسيطه دي، مش انا بعمل احسن ما عندي، عايز كل حد فيكم يعمل نفس القصه، يعمل احسن ما عنده كده. طيب سلمى برضه بتسال، كنت شايف الرسائل، معلش هعيش معاكم حاجه حاجه دلوقتي، ازاي اكون متعلمه وازاي اطور نفسي واقوم عشان كسوله جدا بضيع وقت. بص يا سلمى، مفيش مخلوق هيخليكي تقومي من مكانك الا لو انت عايزه. النهارده برضه كنت في شركه من الشركات وبتكلم، بيقولوا لي حد معين عايزين ندخله نديله وظيفه كذا، قلت له انا شايف الراجل ملوش نفس، مش عايز، لو انطبقت السما على الارض محدش هيحرك. لازم انت تحسي بالدافع. في بعض الاوقات ناس يقولوا لي ايه، انا نفسي اقوم اشتغل بس مش عايز، مش قادر قوي، بس نفسي. لا، انت مش نفسك. يوم لما تبقى الرغبه قويه جدا عارمه، فرغبه بجد عايزك تحركك. الاجانب بيقول لك كلمه مهمه جدا كده، انا بصحى الصبح في معدتي زي النار، هعمل ايه النهارده؟ فكر، مش مستني حد يقول لي. يوم لا يكون عندك الدافع ده قوي، يا اما تكوني زهقتي جدا من اللي انت فيه دلوقتي مش طايقاه خلاص، يا اما في قدامك حاجه تانية احسن حلوه لدرجه انا هبذل لها مجهود. لكن اي حاجه بعملها وانا مش مقتنع، مش مؤمن بيها، قلبي مش فيها، مش مستمتع بيها، مش هتنجح خالص. فانت لازم تدوري يا سلمى، نقطه البدايه بالنسبه لك، تدوري انا بحب ايه او ممكن احب ايه، هو ده اللي عايز ابدا بيه دايما. عبد الله ايمن بيسال، لو عايز اتكلم عن بدايات، اللي عايز يشتغل في مجال البيزنس او اداره المؤسسات والمشروعات، خصوصا بعد التخرج من الجامعه والخروج للحياه العمليه وسوق العمل، محتاجين نعمل ايه؟ عندي شقين يا عبد الله. الشق الاولاني عايزك دايما تدور انت يعني ناقصك ايه عشان تبقى بيزنس بروفيشنال، محترف اداره، محترف اعمال. فانت محتاج دايما، احنا جامعاتنا نعترف طبعا في شغل عبقري بيعمله دلوقتي دكتور الشاوي، واحنا كان ليا الحظ نشتغل كتير جدا كمان مع قطاع التعليم الفني، فبنطور منظومه التعليم الفني عشان يكون فيها مش بس المهارات الفنيه، لا كمان المعرفه وكمان السلوكيات وهكذا. مبدئيا عايزك تكون، اولا لازم يكون عندك انجليزي قوي جدا، لان 90% من الماده التعليميه او الماده الاحترافيه او الخبرات او التجارب موجوده على الانترنت بالانجليزي، الموارد كلها بالانجليزي. نمره اثنين، عايزك تتعلم كمبيوتر كويس قوي، مايكروسوفت اوفيس، تبقى فاهم في البيزكس كلها بتاعته، اكسل، وورد، باوربوينت، اوتلوك، كل النماذج اللي بتستخدمها تبقى فاهم، حتى لو في حاجات اوراكل وسابل، لو في يوم من الايام ربنا كرمك واشتغلت في حاجه تصنيع هتفيدك جدا.
وجنب كده المهارات اللي هي بنسميها السوفت سكيلز، المهارات الاداريه كلها. فانت بتتكلم على كل ما يتعلق مثلا بال مثلا بايه يا ربي، بالتواصل، باداره الوقت، بالتخطيط، ودي الكلام ده كله هتلاقيه اونلاين. ولو انت قويت نفسك في الانجليزي هتلاقي ماتيريال زيها بالانجليزي باللغات يعني حيه جميله جدا، في بالعربي مش بنفس القوه. وبعدين بعد كده زي ما قلت بالظبط لسلمى، عايزك تبدا تجرب تمارس في الحياه، فتبدا تروح تتطوع حتى في انشطه خيريه. مصر جميله النهارده كلها، فيها كم من الجامعات الخيريه، جامعات الاهليه كتيره جدا، بس كلها فيها انشطه بجد مفيده، فيها اداره مشروعات، وفيها على فكره تسويق، انت بتقنع الناس في المناطق ان هي تخش في المشروعات دي، بتديك معلومات، وفيها تحليل لمعلومات، وفيها تخطيط، وفيها ميزانيات، كل اللي انت عايزه. وانت بتعمل كده تبدا وانت بتجرب بايدك كده يا عبد الله، تبدا تشوف وانا بحب ايه في الحاجات دي، وانا ايه اللي بالنسبه لي ممتع، ايه اللي ممكن اشتغل فيه واستمتع فيه. بعد كده بقى عايز ابدا بزنس جديد، هبص دايما اول حاجه عايز اتعلمها هنا دراسه الجدوى ودراسه السوق. مشكله كبرى عندنا دايما ان احنا بنعمل المنتج وبعدين نبدا نبص حوالينا يا ترى مين عايزه. لا، انا عايز اشوف السوق عايز ايه بجد، وابدا ادور ازاي انا ممكن اعمله للسوق بشكل فعال وايجابي وبسعر كويس، انتجه ازاي بكل التفاصيل. وساعتها عملنا بقى ايه دراسه جدوى، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هتاخدها خطوه خطوه، تبدا تتعلم يعني ايه دراسه جدوى، يعني ايه دراسه سوق، تبدا تنزل بنفسك. وغالبا دايما بنقول انجح المنتجات اللي هي خارجه من رحم الاحتياجات بتاع المجتمع اللي انت فيه. وهتلاقي حواليك اي مكان، معرفش انت ساكن فين يا عبد الله، المنطقه اللي انت فيها هتلاقي فيها فرص كثيره جدا واحتياجات للناس كثيره جدا جدا جدا، وهكذا. قبل ما ارجع شويه اسئله برضه، عشان انا الناس اصدقائنا الاعزاء بتوع ديوان عايزين نتكلم عن الكتب. فاول كتاب زي ما قلنا استماره سته، كان عباره عن 50 حدوته حقيقيه دخلت فيها، دول 50 حدوته اللي قدرت اكتب عنها، لان كان في فوقهم مش عايز اقول لكم يمكن 1000 كمان، بس ما اقدرش اكتب عنهم. كانت حاجات حساسه شويه، كانت حاجات محرجه للغير، كان هيبان منها. انا ما بنينتش في اي قصه انا بتكلم على مين، رغم كده الناس كلها كل واحد اعتبر ان هي عليه، كل واحد كان على راسه بطحه. وانا بكتب القصص دي كنت بقول في الاول انا هنقل خبراتي للناس وغيره، لكن اول لما كتبتها اكتشفت ده انا طلعت فضيحه، ده انا طلعت كنت فاكر نفسي جامد في كل قصه، لا ده انا بتعلم وانا بقراها انا كنت فضيحه قد ايه، انا هنا كنت مغرور جدا، انا كنت ضعيف جدا، ضعفت قدام رغباتي انا وشهواتي، هنا كان الضعف الانساني يتملك مني، هنا ان انا كنت بفكر بشكل عاطفي اكتر منه احترافي، هنا كان واخدني الاحساس بالعنجهيه والعزه بالاثم، مش عايز اعترف بغلطي، كل حاجه اتعلمت منها بشكل مختلف. فده كان اكتر حاجه ساعدتني لغايه النهارده. ناس كتير جدا سواء زي عبد الله كده لسه بادئ وعايز يفتح بيزنس، او ناس شغاله في شركات وهو ليل نهار انا اسف اللفظ بقى بيسب ويلعن، ده انا مظلوم، ده كلهم هنا وحشين. انا لما يقرا كتاب زي كده يقول يا خبر ابيض، ده طلع انا مش جامد زي ما انا فاكر، ده الراجل بيعترف انه غلط، كان عامل زيي بالظبط وطلع غلطان في الاخر. في قصه في الكتاب انا فاكر اللي هي 18 مره مديري رجعني 18 مره باخطاء في شغل، وانا كنت داخل له اول مره مستني ان يديني يعني نيشان البطوله العالميه، طلعت فضيحه، اللي اتعلمته يوم لما اتعلم زيه في حياتي. فهتلاقي نفسك في كل قصه من قصص دي انا اهو واضحه جدا بالنسبه لي. طيب عفوا دي يا سلمى. وقت العزل الصحي ليال، طبعا ليال استاذتنا الجميله المتالقه في ديوان، وهي يعني عشان خاطرها عملت القصه جميله عشان خاطركم جميعا طبعا، بس هي مثقفه جدا، وانا اكتر حاجه بحبها في ديوان سواء امل محمود او ليال رسم او العزيزه الكبيره بتاعتهم للاسف الاسم مش حاضرني دلوقتي، اجمل حاجه عندهم ان هم بيحبوا اللي بيعملوه. ودي برضو حاجه بنصحها لنفسي ولكل الناس. انا سبت شركات عالميه وسبت حاجه زي المشروع الرئاسي، اول لما بحس ان انا مش مستمتع باللي بعمله بسيبه بكل بساطه، حتى لو دفعت ثمنه وخسرت فلوس او علاقات في بعض الاوقات او ناس غضبت عليا ضيعت عليا شغل ولا غيره، مش فارقه معايا، انا عايز اعمل اللي انا مستمتع بيه. هي اللي بتسالني بتقول وقت العزل الصحي اصبح نمط الحياه ابطا، وتعلمنا نعمل اكتر من منازلنا وفيرتشوالي، هي الحياه العمليه اتغيرت، العمليه امس ترجع لنمطها القديم. بصي بقى انا عايز اقول النهارده كان لسه عندي المحاضره دي، والولاد بيقولوا لي اصل يا دكتور والله الشغل من البيت وان الواحد يشتغل اونلاين بيخلي الواحد يعني مش قادرين نركز. قلت لهم فاكرين زمان يعني كنت بتقول ايه؟ اصل انا طلعان عيني طول النهار والزحمه والعربيات، راجع البيت مستنزف مش قادر اشتغل. اللي عايز حاجه هيعملها. جملة عبقرية لكاتبي المفضل يعني ومثلي الأعلى باولو كويلو، قال لك عندما تريد شيئا من كل قلبك يتآمر العالم من أجل تحقيقه. الكتاب ده أنا قريته 17-18 مرة، كنت سعيد جدا الأسبوع اللي فات حد بقى كاتب لي بيقول لي قريت كتاب باستمارة 6-3 مرات، لكن أنا يعني الألكيمست ده أو اللي هو السيميائي ساحر الصحراء قريته 17-18 مرة على الأقل. الجملة دي قوية جدا، لو أنت عايز تعمل حاجة تعملها. فبص يا ليال، اللي عايز يشتغل بقوه رهيبه من البيت هيعمل، وهيبقى حياته مجنونه ورتمها سريع جدا. انا واحد من الناس في عز الايام العصيبه دي، وكان عندي تحديات جامده جدا عائليه، بنتي كانت عيانه تعبت قوي، وابني نفس القصه، وكان بعيد عني مسافر، يعني ظروفي كانت اصعب ما يمكن، وظروف الشغل كانت ملخبطه بحاجات كتيره،
وانا صحيا كمان تعبت، لكن جنب كده كنت كل يوم بملى وقتي من الساعه 5 صباحا لغايه لما بنام الساعه 10 ولا 11 بالليل. هو ده النظام، اللي عايز يشغل نفسه يشغلها. ودايما عندنا تعبير عربي شهير جدا، مثل شعبي عتيق، اللي هو الايد البطاله نكسه. هو فعلا كده، ايد البطاله دي، او لو انت ما اشتغلتش. والرئيس قال يا جماعه عجبتني جدا الكلمه دي، واقعيه جدا. كل ما نقلق نشتغل اكتر، هبطل تفكير، لان التفكير لن يتوقف طول ما انا قاعد. لكن لو اشتغلت وانتجت وحطيت مجهودي في حاجه وحطيت لي اهداف عايز اوصل لها، هشغل نفسي على طول. الحياه تتغير؟ لا، لان في صناعات كتيره جدا هي بنسميها اللي هي الليبر انتنسيف. في صناعات محتاجه عماله كثيفه، لازم صناعات فيها حاجات حيه. كل المنتجات اللي احنا عايشين بيها دي، في مصانع دلوقتي بتعمل من اول الازايز اللي هي الحاجه الساقعه، الكوكاكولا، الميه، كل حاجه في الدنيا، المأكولات، الصابون، في جزء كبير اوتوميتد. وبيحصل كده في اليابان وغيره، بس بلاد زينا يمكن في بعض الاوقات بينفعنا ان احنا مستوى الثقافه عند الناس مش عالي قوي، او التعلم، فلسه محتاجين الفرص دي. والحاجات اللي معتمده على الزراعه محتاجه برضه عنصر بشري بشكل كبير، وهكذا. فلا، هنفضل بالريتم اللي هو البطيء شويه ده؟ ما اعتقدش كده. وحتى لو قعدنا في البيوت، ناس انتاجيتها لازم تعلى جدا وهي بتعمل حاجه زي كده. محمد علاء، استمارة 6 اسلوب في كتابة ممتاز زي اسلوب هيكل. ربنا يخليك يا اخي، هيكل افضل مني مليون مرة طبعا، وربنا يكرمك. لا انا ولا حاجة بالنسبة للناس دي، ربنا يكرمك على العامية. الله يكرمك جدا جدا محمد، انا هبرز الجملة بتاعتك دي. لا انا عايز اقول لك، انا حاولت دايما التحدي اللي كان عندي، عايز اوصل لغه بسيطه جدا من غير ما تكون قله ادب. انا عندي مشكله كبيره ان احنا اليومين دول اتعودنا اللي يضحكنا او اللي يشدنا حاجه صارخه صارخه متطرفه يمينا او يسارا. انا مش عايز كده، مش عايز ان حياتنا دايما تبقى دايما مرتبطه بان نضحك الناس بقله ادب، او الافلام لو تفتكروا افلام ومسلسلات او المسرحيات اللي فيها عنف جسدي او عنف لفظي نتريق بيها، وحشه جدا. النجاح الحقيقي، ويمكن الناس اللي تابعوا معانا مثلا باتاجونيا تحديدا، كان تاني كتاب بالنسبه لنا، كان ساخر جدا وضاحك، بتضحك بس بتضحك على قلمك، يعني الضحك اللي يوجع. زي ما انا النهارده كتبت حاجه ساخره الصبحيه، الناس كلها بعتت بتقول لي على مدينه بدر. انا دخلت مدينه بدر يا جماعه، هاديه جدا ومنظمه جدا، الشوارع واضحه جدا، ما فيش عربيه ماشيه صح. فانا هتجنن، وبهدوء شديد، مش مثلا حد مستعجل اضطر يمشي، بمزاج جدا ماشي عكس الاتجاه. فانا هزرت، كتبت على الفيسبوك الصبحيه، قلت لهم انا مبسوط، دي مدينه حريه، اي حد عايز يبقى حر يعيش هناك. ونقطه ثانيه مهمه جدا كمان، انه يعني بس يشيلوا الجزر في النص، ملهاش لازمه لان مفيش طريق يمين وشمال، ويشغلوا مزيكه السيرك، لا 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 لا، ليه؟ اول ما عربيتين يخبطوا هيهزروا ويسلموا على بعض زي السيرك بالظبط. انا بضحك وبهزر بس، ما شر بلايه ما يضحك، تمام؟ فانت ممكن تبقى ساخر جدا وقوي جدا وناقد جدا وانت مؤدب من غير قله ادب. فهي نفس القصه، انا كنت عايز اكتب بالعاميه، اللي هي على فكره في دول كثيره جدا حقيقه ما كانت اللغه بتاعتهم العاميه مكمله للغه الرسميه بتاعتهم، من غير قله ادب ومهذبه وجمل قصيره على قد ما اقدر. اتعلمت كده من قراءاتي تحديدا لباولو كويلو، بحاول يعني اعمل واحد على مليون من اللي هو بيعمله. وبعد كده جيت قلت بقى، لغتنا الجميله العربيه يا جماعه غنيه، الثراء فيها لا مثيل له. بدأت بعد كده اللي هو في باتاجونيا، بدأت الحوارات باللغة العامية والتقديمات باللغة الفصحى. لما جيت بقى كتابة الثالث اللي هو المرشح، لا ده كان فصحى فصحى ما عدا الحوارات، وفي جزء كبير جدا كان فيه اللي هي سرد وناريشن وحكي وهكذا. كتاب الرابع انا هرجع تاني ان شاء الله، برضه حضراتكم تبقوا عارفين انا بخلص فيه اليومين دول، ودعوات كلية كده ان شاء الله، انه برضه حاطط روحي فيه بشكل قوي جدا. الوان الحياه، وهيبقى بالعاميه تاني، بس برضو عاميه مبسطه جدا من غير كلام كبير على قد ما اقدر، لكن اتمنى يوصل رساله للناس بشكل كويس، انه عن حياتنا كلها، مش بس بقى بيزنس او غيره، لا، التجارب كتيره جدا الواحد بيعدي فيها، يمكن ربنا بيكرمني، ما بين حوادث اللي مريت بيها، ما بين قضايا مريت بيها، ما بين احباطات مرعبه قضيت بيها، بين يعني خسائر كبيره حصلت وناس خسرتهم وحياه، وكل حاجه كان فيها تعلم بشكل او باخر، وحاجات كتير جدا على الرز زي ما حضراتكم زي ما بنشوف بنكتب عليها او غيره يعني. طارق، انت بتحط هدفك في الحياه اللي انت عايش عشان الصبح وبالليل، واللي باني عليه شغفك ازاي، علما بان في الاخر كل اللي احنا بنعمله رايح. طيب، واسئله. طيب هخش السؤال الاولاني، كل ما بنعمله رايح يا طارق، انا دايما برد رد بسيط جدا كده، بقول هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ قال لك في حديث شهير ليه كده، اللي هو يعني لو يوم الايام قام وانت في ايدك فسيله، في ايدك حته زرعه، ازرعها ما توقفش. ايه جمال الجمله دي؟ جمالها ان انت لغايه اخر ثانيه في حياتك انت بتنتج. اربطها بالايه اللي انا فكرت نفسي بيها من شويه، قل اعملوا سيرى الله عملكم، ما قالش نتيجه عملكم، انا بعمل عليا وخلاص. التاريخ نفسه، بص كم الاحداث، امبراطوريه كامله تتبني وبعدين اللي هو الزعيم بتاعها يختفي يرجع تحت الارض. بص حتى تاريخيا واحنا بنتكلم، لما النصر صلاح الدين حرر القدس
وبعديها بفتره وانت منتصر وكل حاجه، صراعات داخليه ما بين الاسره الحاكمه الملكه بتاعته اخواته، فواحد فيهم مختلف مع حد تاني وبيحاربه، عمل اتفاقيه مع الصليبيين وراح مديهم القدس هديه، قال لهم بس عشان تسندوني في حربي. ده انت حاربت جامد جدا وكان دي منتهى املك في الحياه انك تبقى مسيطر وكلام من ده، وكل وصلت سبتها. اذا انا علي العمل وعلي السعي، وربنا بيحاسبنا دايما على ده، البعض الاوقات انما الاعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى، يعني ربنا بيحاسبنا على النيه كمان. تمام، فانت هتحط احسن ما عندك تستمتع بيه، وده جزء من القصه. ربنا جعلنا شعوب وقبائل نتعارف وبننزل، حتى بيقول لك يوم الجمعه صلوا وبعد كده ايه، سيحوا في الارض، انتشروا، اسعوا، اشتغل، اعمل، سوي، استمتع بالحياه. فجزء من متعه الحياه ان انت بتشتغل وتحط اهداف ولو صغار. انا على فكره كل يوم لو اوريكم يا جماعه الاجنده اللي بشتغل بيها، اجنده كبيره جدا داهيه والله، اوريها لكم. انا بشتغل معاكم ثانيه واحده يكون معايا كده الاجنده، عشان تعرف ان ايه كل حاجه في الدنيا الواحد يخلق له النموذج اللي بيشتغل بيه. فانا عندي ادي الاجنده بتاعتي كبيره جدا داهيه من الدواهي. تمام، الاجنده دي كلها لو دخلت عندي في الايام بتاعتها، يعني عايز اوري لك مثلا ادي يوم مثلا من الايام اللي هو النهارده اللي هو بكره 30، تلاقي كم من النقط اللي مكتوبه كتيره جدا جدا، وهتلاقي في بعض الاوقات نقط مكتوب قدامها من 1 ل 5 وبعدين من 10 ل 20 وهكذا. ليه بقى؟ انا حتى الحاجه الواحده يا طارق بقسمها اجزاء، عايز احس ان انا حاجه من الحاجات اللي بترضيني انا، ودي مهمه جدا. كل واحد بقى الشغف ده جاي منين؟ انا جزء من الشغف بتاعي غير ان اكون مستمتع باللي انا بعمله ان انا اكون بنجح. فلو لقيت العمليه صعبه بالنسبه لي ايام الجامعه كنت قاعد عشان اشتغل في حاجه كده، اروح مقسمها الحته الواحده. يعني انا هذاكر كتاب النهارده 5 فصول، الفصل الاولاني حاطط لي جدول اخلصه الساعه 11، وعلى فكره كنت بنسى ساعات، اروح حاطه ان انا اخلصه 11 ونص وانا عارف ان هو هيخلص مني 10 وربع ولا 10 ونص، عشان افرح بنفسي، عشان اقوم احتفل، يس انا عملت حاجه كويسه، واقسمه تاني. النجاحات الصغيره جميله جدا بتحسسك دايما بمزيد من الثقه. فنمره واحد بعمل اللي انا بحبه، نمرة اتنين عندي حاجات تانية محددات، عندي كرامتي كده ما اقبلش حد يقول عليا كلمة وحشة. نمرة تلاتة احب جدا ابقى ناجح والناس يشاوروا عليا ممتاز، كل واحد عارف المفتاح بتاعه. تمام، سواء انت مش عايز حد يقول لك كلمة وحشة، سواء بينك وبين نفسك عايز تحس بالفخر ان انت بتنجح، سواء بوسط الناس عايز دايما تبقى نمرة واحد، اي مكان اللي بيحركك لازم تبقى عارفه بالوعي والادراك، وبعد كده تبدأ تنفذ. الحاجة التانية سوق العمل خصوصا قرب قمة الهرم، العرض اكتر بكتير، واصبحت الشركات تعمل اسلوب لو مش عاجبك امشي، واصبح التطور في الشركات والتقدير صعب جدا. نعمل ايه عشان نكبر؟ علما ان مفيش خبره في التجاره، اشتغل عمليه في شركات كبيره. تحدي جميل جدا يا طارق، وبرده ده حاجه انا كنت زيك بالظبط كده، كسرت الحاجه ازاي، طلعت في يوم من الايام عملت برايفت بزنس، تعورت فيها شويه بس عدت نجحت، وبعدين رجعت تاني الكوربريت طلبوني تاني بالاسم وكل حاجه واشتغلت، وبعدين لقيت نفسي مش طايق خلاص قبل ما هم يستغنوا عني، مش طايق، وزي ما انت بتقول العرض اكتر بكتير من الطلب. لا، هتخرج اللي انت اتعلمته في الشركات الكبيره يخليك تقدر تشتغل في اي مجال بنجاح وبسلاسه وبقوه، مفيش قلق خالص، هتنجح بكل الصور. بس عايزك تبقى ساعتها بقى ايه، ايام البرايفت او اللوكال المالتي ناشونال، لو انت شغال في شركه كبيره انتوا متعودين ان كل واحد ماسك حته قد كده. لا، لما تيجي تتكلم بقى على شركه صغيره، لا انا هشمر وانزل. فلو انت كنت متعود في شغلك في الشركه الكبيره انك بتعمل دور صغير وقاعد بالشوكه والسكينه، هتتعب، هتتعب بس هتنجح برضه لو عايز. اللي عايز يعمل كل حاجه في الدنيا يا جماعه. انا نفسي واحد من الناس اتغيرت جدا، عمري في حياتي ما كنت بلمس كلب ولا قطه، وبعدين من 2008 جبنا قطه، بدات احبها، بدات اتطبطب عليها، بدات اشيلها من سنتين، بس من سنتين جبنا كلبه كمان كنت مش طايق تخش تقرب من اي حته في اوضتي، دلوقتي بتنام جنبي، بحبها جدا وبدلعها وبلعب معاها وبشيلها كل حاجه في الدنيا. تتعلم، مفيش حاجه في الدنيا مستحيله خالص، لو انت عايز اي حاجه في الدنيا ممكن تعملها برضه. طيب طارق برضو بيقول بتقرا الاختصار الكتاب بتقراه ازاي؟ العرض كتير الوقت قليل. في حاجات انا بحبها، انا بحب مثلا كل ما يتعلق بالتاريخ، اتعودت على ناس معينه خلاص بقى بالنسبه لي ماركه مسجله، يعني في ناس معينه وقديمه، انا بحب الناس القديمه اكتر الجداد، بحس في بعض الاوقات وانا ممكن يا رب ما اكونش منهم قوي كده، يعني ان في فزلكه كتيره وجمل تقيله قوي مركبه ومعقده، وانا انسان على قدي وبسيط، عايز اقرا الحاجه تكون فيري سيمبل بسيطه كده، فيها معلومات بسيطه قوي، فيها معنى، فيها تامل، بعد ما تقراها تقف كده. انا بحب باولو كويلو لانه كل ما اقرا له حاجه بعد ما تخلص اقف كده شويه. ده يمكن ياخدنا مثلا الكتاب الثالث بتاعي اللي هو المرشح، انا بعد ما كتبته بالكامل صديقي العزيزه واختي الغاليه جدا نشر حوفي هي اللي اجبرتني على الكتاب في يوم من الايام، لغايه لما الحمد لله سمعت كلامها وبقى عندي كتب دي الثلاثه الحمد لله وفخور بيهم. بس المرشح تعديا بعد ما قريته كان في 3 جمل بحطها في بدايه كل تشابتر، جت قالت لي لا دول يستاهلوا يتحطوا يتبروزوا في الاول عشان كل كلمه منهم قويه قوي بتخبط، الجمل دي فيها خلاصه التشابتر. وانا كنت بعمل ايه في الكتاب ده؟
كنت بدايته وانا بكتبه كنت بكتب فاكر ان انا بكتب تجربتي في انتخابات الاهلي، بس لقيته بقى عن الاغراء بكل صوره، ان احنا كبشر كل واحد فينا بيتعرض لكل انواع الاغراء، شهوه، سلطه، فلوس، منصب، علاقات، معارف، برستيج، سيطره، كل اللي انت متخيله، قوه غاشمه اللي انت عايز تعمله حتى في بعض الاوقات، اغراء الغضب، اغراء ان انت تبقى عندك قوه بطش تعور اي حد، تمام؟ اغراء الناس كلها تدلع فيك، اغراء ان الناس تنافقك، كل ما ممكن تتخيله. لقيت نفسي بكتب عن كل حاجه زي كده، لقيت نفسي كل ما بخلص فصل من الفصول اروح واقف كده وافكر واقول ايه؟ يعني هو خلاص الكتاب ده ايه؟ اروح كاتب جملتين. ناس وجت قالت لي حط الجملتين دول في بدايه كل سطر، في بدايه كل فصل، ولما عملت كده مش عايز اقول لكم فرق قد ايه، ان كل الناس، ان الحمد لله دايما الكتب بتاعتي بطلب من الناس يبعتوا لي تعليقاتهم، والناس يبعتوا لي دايما الكتب، وعايز حضراتكم اللي معانا دلوقتي لو اي حد قرا معانا حاجه يبعت لي وجهه نظره في الكتاب او غيره. ف بقى الناس كلها يرجعوا يقولوا لي الثلاث جمل اللي في بدايه كل فصل ده رهيبه، خدت قلبي، خوفتني، قلقتني، يا متعتني جدا، يا ريحت قلبي، اثلجت صدري، حاجات كانت مضايقاني عبرت عنها بشكل مظبوط. فده اللي بدور عليه في كتب يا طارق، بدور على كتاب يلمسني كده، اقول انا الاقي نفسي في الكتاب ده. الحاجات الخياليه ماليش فيها قوي، حاجات زي هاري بوتر والكلام ده ولا عمري اثرت زي كتب الرعب، بخاف منها وبخاف من افلام الرعب اساسا. انا بحب اكون الحاجه بالنسبه لي سهله واقعيه وبسيطه كده وانسانيه جدا، تمام؟ وبحب التاريخ بكل صوره، اي حاجه تاريخ. وعلى فكره بحق يعني مثلا قريت عن حرب 67 وحرب 73 لكل الكتاب المصريين والعرب والكتاب اليهود والاسرائيليين والصهاينه وكل حاجه، احب اشوف من كل التوجهات، ناس محترفين وناس هواه وناس حضروها عاشوها بايديهم، بحب اشوف الصوره كامله كده. العزيزه جدا الغاليه جدا دينا سامر، اهلا بيك يا دينا. انا شايفه الانتاجيه زادت في العزل، الناس عرفت قيمه الشغل، برضو اتعلمت حاجه يا دينا ما بقتش عمم خالص، شفت ناس انتجوا بشكل عالي جدا، وشفت ناس ثانيه ما صدقوا ما يعملوش حاجه. انا شفت اقل من كده، شفت ناس كتير جدا كانوا بيبقوا يعني عايشين حياه قدام الناس جميله قوي، وبعد الكورونا دي والعزل وقعدوا في البيت، ايه ده احنا مش طايقين بعض. اكيد سمعتوا عن كيسز كتير جدا طلقات في الوقت ده، لان الناس كان بيمثل ان هو مبسوط، هو عايش عامل فيلم هو ومراته ان هم بيحبوا بعض كويسين، بس هو فعليا كل يوم بيخلص شغله بيتعامل معاها بوش جبس، يروح يقعد مع اصحابه على الكافيه هناك، عايش في دور ملك العالم في خفه الدم والرومانسيه والهزار، ويدلع الستات ويعمل، وما بيعملش حاجه زي كده مع مراته، وهي خلاص بقى عندها حياه تانيه، اهتمامات تانيه، وللاسف بعض الاوقات بقت تسمع كلمه حلوه من حد تاني ما بقتش تعود تسمعها من جوزها. ففي النهايه في لما جه حصل العزل ده، هم اتفاق غير مكتوب كده غير معلن ان احنا كده مقسمينها، لغايه لما حصل العزل وواجهوا العمليه بجد، يا اما في ناس لا رجعوا لبعض وتعادلوا تماما، هو حاسس ان هو خسران قد ايه وهي حاسه كانت خسرانه قد ايه، احنا بنحب بعض نرجع زي زمان، او حاجه تانية طلعت كده اللي هو اكتشف لا انا بجد انا بضحك على روحي كتير وهي نفس القصه، لا احنا مش لبعض واحنا بنعذب نفسنا وبنعذب عيالنا معانا وكل حاجه، ونفصل وبادب وذوق وكل حاجه. فهو عايز اقول لكم العزل ده والتجربه بتاعته كانت تجربه صادمه في بعض الاوقات، لكن يعني موحيه وكاشفه ومساعده لكل الناس، كل واحد ياخد طريق الحقيقي اللي هو عايز يعيش فيه بجد. الدنيا ما تستاهلش خالص، انا عندي قاعده بقولها على طول يا دينا كده، هو العمر فيه كام يوم؟ انا عندي عايش بقاعدتين، القاعده الاولى هو العمر فيه كام يوم عايز استمتع بكل حاجه بعملها، وتاني حاجه هي موته ولا اكتر، هقول اللي في نفسي، خسرت بيزنس، خسرت حاجه، بس انا هقول اللي في نفسي انا مستريح له بجد، حتى لو مش هقولها بالسوء فضل ولا غيره، هقولها بحيث ان انا اعبر عن نفسي، حتى لو خسرت اقول كلمه الحق يعني. امبارح زي ما بقول لكم، كنت امبارح في اجتماع جميل كده مع حد مسؤول كبير في شركه كبيره قوي، طلبونا عشان نقدم لهم عرض شغل، قلت له بكل احترام حضرتك انا جيت عشان حضرتك طلبتني، انت راجل كبير، راجل كبير اكبر مني سنه يعني شويه كويسين يعني، فاحتراما وتقديرا وقعدت مع حضرتك كل حاجه وقلت لك احنا بنشتغل ازاي وكله، بس بقول لك مش هقدر اشتغل معاك. الراجل استغرب جدا، قلت له معلش عشان حضرتك ليه تجارب سابقه مع الناس دي، مش هتشتغلوا بشكل مظبوط ومش عايزين تشتغلوا مع اللي زينا، وفي الاخر دي مناسبه الوسائط، اخر حضرتك نفسك مش صاحب القرار الاخير في العمليه كلها. هو ضحك قال لي ليك حق، قلت له فانا جاي اتسلم عليك واقول لك شكرا مش هشتغل معاك، عارف ان دي بتخرجني بره الملعب وممكن اضغط واعمل، بس هعمل حاجات مش مستمتع بيها، مش عايز حد فيكم يعمل حاجه في حياته غير وهو مستمتع بيها تماما. كاث سومبولد الاسم انا مش عارف ده منين، كود ذات نيدز لوت اوف جاتس، مش عارف ايه بالظبط ذات نيدز لوت اوف جاتس، حاجه محتاجه شجاعه وجرأه، بس كل حاجه في الدنيا محتاجه شجاعه وجرأه، احنا بس بنصعب الامور على نفسنا شويه، لكن الدنيا ابسط مما تتخيلوا يا جماعه، يعني ممكن نعمل اي حاجه لو بجد عايزين. برضو عشان كده سلمى بترجع تسالني تاني ازاي يكون عندي اراده، لا هي الاراده اساسها يعني ان انا اكون بحب الحاجه، انا عارف انا واقف فين، ما هو الاراده دي طول ما انا معرفش كان حد بيتابعني عنده كلمه المنصوره حلوه دي منصوره، انا دايما بهزر كتير قوي بيقول حلوه دي منصوره،
ان احنا الماسوره ايه، تلاقي العربيه نص نقل مكسره والنمر مفوته والموتور بايظ والنمر ممسوحه وكل حاجه وخبطه من كل ناحيه، وصاحبها كاتب عليها حلوه دي المنصوره عشان تقنعه ان عربيتك دي خربانه تماما ومفيش مصانع عربيات اساسا في المنصوره قدامك مشوار يعني. فانا عندي مشكله كبيره جدا يا سلمى ان انا طول ما انا راضي باللي انا فيه مش هغير. هو الاراده بتيجي منين؟ الاراده ان انا اقوم اغير ان انا اكتشفت ان في حاجه زي ما قلت لك بره احسن بكتير من اللي انا فيه، او اللي انا فيه ده بقى بايظ خالص. هقعد ازاي؟ انا النهارده وصلت، اول ما وصلت بيت من السفر هنا لقيت التلفزيون بايظ، بايظ مش شغال، كل يوم السلك بيتهز شويه بظبطه، النهارده بايظ لازم اكلم الراجل، ملهاش حل بقى خلاص. تمام؟ لو انت مبسوطه في اللي انت فيه يبقى الاراده بتاعتك ابقى كما انا. لو انت بدات تحسي ان انا بعمله ده مش ممتع بالنسبه لي، اقول شكرا جزيلا مع السلامه، لازم اعمل حاجه تانيه بقى. فالاراده دي عندك انت، تمام؟ طول ما انت ما بتعمليش حاجه، لا انت عندك اراده بس ارادتك بتقول لك ايه، خليني زي ما انا كده. محمد فتحي: الكتاب الحاليين سيذكر لازم لهم تاريخ انهم يعبرون بصدق عن مرحله العصر المعايش ده. والله يا محمد انا هعترف لك بحاجه، انا جاهل، بقرا قليل قوي للكتاب الحاليين، تمام؟ وبحس ان في حاجات بتتكتب كتيره كده، بقى عندنا برضو مشكله كبيره، اي حد بيقول اي كلمتين بيبقى كتاب. انا في معرض الكتاب شفت ناس وشفت كتب، وحد مره جالي قال لي انا عايز اطلب منك حاجه اكتب لي اللي هي المقدمه بتاعت الكتاب. قلت له هقول له هطلب منك حاجه، اسمح لي اقراها الاول عشان اشوف اكتب عليه. والراجل اداني الكتاب فعلا، والكلام ده كان بالظبط من 6 اشهر يعني، وانا قريت الكتاب. هو مش كتاب خالص يعني، حاجه انا اسف يعني، حاجه مش عشوائيه، لا جمل مش مظبوطه، لا عاميه ولا فصحى ولا اي معنى، ولا في رساله، ولا بيخاطب شريحه معينه، ولا تقرير لواقع، ولا حتى كذب على الواقع يعني. انت بعض الوقت في كتاب كتير محترفين عنده صنايع في الكتابه، لكن بيتوه الحقيقه ويحط لك رايه في شكل معلومه، فده من اخطر ما يمكن. والناس بتقرا، وفي ناس تحط قله تقاليد كتيره جدا على اساس الناس هتقراها، وفعلا الناس بتقراها بتاخدك في سكه مش كويسه. الراجل ده كاتب كلام فارغ بكل الصور. فانا قلت له انا مش عايز اكتب لك المقدمه. فقال لي ليه؟ قال لي، قلت له لان انا مش مقتنع. قال لي حضرتك قول لي اي حاجه من عندك. فانا كتبت له كلمتين غصب عني، بيقول ان انا مش مقتنع، بيقول ان لازم ان احنا نقرا كل حاجه في الدنيا حتى لو ابعد ما تكون عن اللي انت نفسك فيه ولا غيره، بس اقرا عشان تتعلم الفروق ما بين الكويس والوحش. يعني كتبت كلمه تودي في سين ده، الراجل طبعا فاهم في الكتاب بتاعه، مش عارف بقى ازاي يعني العمليه مشيت. بس كارثه انك تعمل 50 نسخه وتبيعهم بكل بساطه، وهتلاقي ناس رايحه وتلاقي الكتاب عليه جمله صارخه جدا تشد انتباهك، ولا مش عارف ايه، عمايل فلان في الضلمه ومش عارف ايه، من اخطر منك. فانا مش مذاكر قوي الناس، وعندي قلق من ناس كتير جدا بتكتب اي حاجه ملهاش قيمه بجد. قليلين قوي اللي بيكتبوا حاجه بتحاول تعبر عن مرحله بجد. لكن انت ممكن تفيدني بقى يا محمد، تقول لي ايه الحاجات اللي ممكن اقراها كويس، انا ما عنديش حاجه قويه فيها قوي. سلمى تاني بتسال: كتب ننصح بيها الشباب في اول طريقهم خالص عشان يبنوا بيها اسس ومبادئ؟ وربنا يخليكي. لا هو طبعا جزء اساسي يا سلمى، اول حاجه بحب الناس يقروها ويتعلموا منها كتير جدا الكتب السماويه، القران والانجيل، ده اساس مهم جدا جدا جدا. والاثنين زي ما كان الكلمه الشهيره جدا بتاعت النجاشي بتاع الحبشه، ان الاثنين خارجين من مشكله واحده، قصه شهيره لما راح له مجموعه المسلمين منهم جعفر بن ابي طالب وغيره، ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا هي حاجه واحده. ففيهم كل انواع القيم، وفيها الاخلاقيات، وفيها المبادئ من اجمل ما يمكن. ده انا عايز اقول لكم يا جماعه، لو قريتوا عن كتب حتى زرادشتيه وعن البوذيه هتلاقي فيها حاجات فيها قيم ممتازه اساس. وعمر ما حد يعمل لك في الديانه بتاعتي يقتل الناس كلها، مفيش كلام ده خالص. واللي بيحاول يصور دايما الديانه بتاعتنا او غيره، الدين الاسلامي ولا غيره من الديانات، هو في عنف وتكفير، الكلام ده كله كلام البشر. كل حاجه، كل ايه في الدنيا اتحطت في سياق معين في توقيت معين وغيره. فارجع، ودي اول حاجه القيم. تاني حاجه المدارس يا سلام، المدارس بتعلمنا كتير جدا قبل الكتب. برضه انا دايما بقول للناس احسن وسيله للتعلم مش بس الكتب، لكن حاجه تانيه التعلم بالتجربه. احنا ننزل ملعب نجرب بايدينا، نشوف الناس بتعمل ايه ونتيجتها كانت عامله ازاي. نقطه مهمه جدا بنتعلم منها كمان، احنا حاجه بنسميها الريفرنس جروبس، اللي هي مجموعات المرجعيه. وانا برجع لمين؟ مين بالنسبه لي اللي مصداقيه كده يا استاذ؟ ابويا وامي الله يرحمهم اول حاجه بالنسبه لي، بعد كده مدرسي في المدرسه مهم جدا جدا، بعد كده المدير بتاعي، التيم اللي بشتغل معاه، انا بعمل معاهم كده زي مراجعه هو انا واقف صح ولا غلط. فلو انا عندي الاساس القيمي والاخلاقي الاول اللي هي الكتب السماويه والدينيه وهكذا، وبعد كده بتكلم على الناس اللي هو حوالينا بينقلوا دايما، بنسميهم سوشيالايزنج ايجنتس، ناس كده اللي هو بيجي يقول لي لا يا خالد انت بتعمل غلط، لا على فكره ما ينفعش انت بتتكلم مع الناس فجاه توقف البتاع وتبدا مثلا تهزر مع حد او تلعب في الموبايل، انا معاكوا تركيز بالكامل مثلا. ده بيقول لي الكلام ده ليه؟ بناء على تجربه وحاجات عملها قبل كده وهكذا. ف
فانا عايز دايما اللي بيعلم الناس هو كده. كتب بقى، في كتب لناس اخلاقي، انا بالنسبه لي دايما برشح الناس دايما باولو كويلو، برشح ما على مصريا طبعا نجيب محفوظ، كتبه عبقريه واقعيه للغايه، العظيمه الراحله رضوى عاشور كتبها كلها يا على الجمال والانسانيه والاحساس وكل حاجه جميله في الدنيا، عندنا كتب كبار جدا، راجل لاسع جدا الله يرحمه، كنت بعشق كتبه رغم انه لاسع بعض الاوقات، كلامه خارج سنه بس افكاره يعني وتتحدى والعقل والتفكير، صنع الله ابراهيم حاجه عبقريه ما شاء الله، عندنا مكتبه عربيه فيها ناس فوق الخيال يعني ما شاء الله يعني. ايه تاني؟ ربنا يخليك يا ماريا، يا رب يكون كلام كويس. My books are not available in English, Kath. Hopefully, we'll يعني that's next step إن شاء الله. I have lots of material in English on Facebook and on the internet related to my daily experiences. So I do this a lot. بس no books in English yet. The next step, which I promise I'm going to do, I promised a while I did not do yet, is making my voice audio. And I know this is very important. عامل الكتب بتاعتي يا جماعه لازم بالصوت. It's very important لان there are lots of people who are differently abled, القادرون باختلاف، الناس دي كلها مهم جدا بالنسبه لهم ان هم يسمعوا، ولقيت ناس كثيره جدا بتتابع وبتسمع مهم بالنسبه لهم. فان شاء الله I do my books in with a voice but not in English yet. ان شاء الله next step ان شاء الله will be in English يعني. احمد ابراهيم برضو بيقول، ده كتاب من عزازيل، الجمله دي من يكتب لا يموت، اتمنى تكون كده والله بجد، يتمنى الواحد بيكتبه ده يبقى باقي ذكرى جميله كده، وده علم ينتفع بيه يا رب يكون علميا. عايز ارجع تاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه تاني على الكتب، فبنتكلم تاني على كتاب المرشح والاغراء. المرشح يعني عايز اقول لكم ان في ناس كانوا بيبعتوا لي، واحده بعتت لي بعد ما قرأت اول شابتر قالت لي انا خايفه اكمل الكتاب ده، قالت لانه بيعريني قدام نفسي، بيحط صورتي كده. Podcast definitely that's something else. Kath, I did a couple of times before, and next step I'm going to do that كمان إن شاء الله. Hopefully next week I'm going to be doing something similar with a great group of people. They have something called I Read. It's a great group. I'm going to doing it إن شاء الله. أرجع تاني كتاب اللي هو استمارة، sorry المرشح. الخطورة اللي فيه كلها إن إحنا دايما طول ما احنا بعيد عن الموقف شايفين نفسنا ملائكه، وشايفين ان احنا انا لو في الموقف ده مستحيل اقبل، مش عارف اعمل ايه، اصعب ما يمكن، وعمري ما هعمل غلط ومبادئ تمنعني، وبعدين تتحط في الموقف، والمواقف دي بتحصل يا جماعه مش في لحظه، المواقف دي بتاخد وقت طويل، محدش بينحرف في لحظه كده، كل حاجه بتبقى ليها حته صغيره، طب ندخل حته صغيره كده نعمل حاجه بسيطه كده وهتعدي. انا يا دوب على فكره انا وقفت بس صف تاني دقيقتين، بس انت وقفت صف تاني، اللحظه اللي انت وقفتها دي لو جت عربيه مرور وصورتك خلاص انت مخالفه، تقول لي بقى اصل دقيقه ولا دقيقتين ملهاش معنى خالص، تلاقي حد ماشي عكس الاتجاه حته صغيره يقول لك ايه دي حته صغيره قوي بس عملتها، معناها كده معنى دماغك المايند سيت بتاعتك قالت لك انا ممكن امشي غلط من اخطر ما يمكن، خطيره خطيره خطيره. فانا دايما عايز الناس تفكر كده بالعقل والمنطق والوعي، تمام؟ الوعي والادراك يا جماعه هو المفتاح، قبل ما تبدا تنزلق لغلط صغير اعرف ان هو هيوصلك لحاجه كبيره بعد كده، كلنا كده على فكره. واول لما تلاقي نفسك انا ما في حاجه عملتها يا جماعه حياتي في الضلمه الا وطلعت حاجه كارثيه بعد كده، ما في حاجه لقيت نفسي بستخبى واوطي صوتي عشان اتكلم مع حد الا وطلعت حاجه غلط بعد كده، ما تعملهاش من اولها، بدلها تعملها مش بشكل واضح وصريح ملهاش لازمه، مجرد ما وطيت صوتك بصوتك بتقول حاجه مش صح، مجرد ما استخبيت من الناس بتعمل حاجه مش صح، مش معنى كده تبقى ملاك، هنعمل كده كلنا بشر على فكره، كلنا بنخبي حاجات وكلنا كذبت مره واثنين وثلاثه واقنعت نفسي انها كانت كذبه بيضه او ليها منطق او غيره، لا بس على الاقل لما هعمل غلط ده اذا بليتم في الستر. عندنا مشكله كبيره جدا دلوقتي، ناس كتير قوي بتفجر بالغلط بتاعها، بيطلعوا قدام الناس كلها يقول لك عادي وفيها ايه، ما انا ما غلطتش، الناس كلها بتعمل كده، حقي من اسوء يمكن. الفجر ده العزه بالاثم من اخطر ما يمكن. النقطة اللي بعديها، أنا عايز ألحق نفسي بدري بدري، يعني عندي مواجهة النفسي ده كل يوم. كتاب المرشح كان كله على كده، إن البطل بتاع القصة هو كل خطوة بينزلقها الصوت اللي في دماغه عمال بيعلى، خد بالك أنت بتعمل زي غيرك كان بيعمل، أنت هنا خدتك حماسة اللحظة، هنا خدك الغرور بتاع إن أنت تحت الضوء، هنا مش عارف إيه، هنا طلعت لنفسك مبررات عشان تغلط مع حد غير مراتك، هنا أقنعت نفسك لا على فكرة دي الست دي اللي بتلعب معايا الجيم ده، لا ده يعني ما تظنش حاجة وحشة، ده هي يعني يا دوب كده بتحبني زيادة، متعاطفة معايا، كل الأعذار في الدنيا رغم ان اي حد بيتفرج من بره بيقول لك دي فضيحه. فاحنا دايما بنقول عايز نخلي معانا النفس اللوامه دي بتفكرنا كل شويه. انا احكي لكم موقف صغير حصل لي النهارده وكتبت عنه، انا بكتب دايما الحاجات دي لاني بحب يعني عايز اقول ايه افضح نفسي وازن نفسي عشان ما اكررش الغلطه دي باي صوره من الصور. فانا كنت عايز اروح البنك
وانا رايح السكه زحمه على اخرها، فانا بقرب لقيت نفسي رايح فرع بعيد، انا كان المكان بعيد عن الفرع بتاعي، فكلمت حد اعرفه جوه البنك، قلت له ايه الاخبار، انتوا فين، الساعه كام؟ قال لي الساعه 2. انا بستهبل وعارف ان هي الساعه 2، قلت اه الساعه 2 الا ربع، طب انا هلحق اجي اصرف؟ قال لي طبعا بس الزحمه، الناس راكبه فوق بعض تماما، هو انت هتعمل ايه؟ قلت له بس عايز اصرف شيك صغير كده. قال لي طب تعالى لي بس خد بالك المدخل الرئيسي الدنيا مقفله فيه والناس كثيره جدا، اكيد هيتضايقوا، انا كده كده عندي معامله العميل المميز، ف يعني لما ادخل هيكون برضو في، ما بما ان في 50 حد جوه الفرع، في منهم 10 عميل مميز هستناهم، دول هتاخد ساعه على الاقل في الزحمه اللي احنا فيها دي. تمام؟ قال لي فتعالى لي على طول من الباب الثاني هدخلك في مكتبي ونخلص عشان بس الدوشه والناس، يعني ببادي بيقول لي هنعمل حاجه في الدرع علشان لو الناس شافتك هيتخانقوا، يقولوا اشمعنى ده داخل وليه داخل له الطلب بتاعه لوحده، انت مين يعني، انت ابن مين في مصر عشان تعمل حاجه زي كده؟ كانت خطيره جدا طبعا. فانا قلت طب كويس، وانا رايح بالعربيه على بال ما قربت، وفعلا عايز اقول لكم نزلت من العربيه فعلا، كنت ونزلت كده وانا بقرب شفت منظر الناس بره كلها، قلت بقى ايه، انت مين عشان تبقى احسن من الناس، انت بتعمل حاجه مش مظبوطه، هو البنك عامل نظامين، نظام للعميل العادي هياخد 3 ساعات النهارده، ونظام العميل المميز هياخد ساعه، وانت مميز هتاخد دي، هو انت احسن من الناس دول ودول؟ ولو انت قاعد كده وشفت واحد بيتسحب من جوه دخل جوه هتعمل ايه؟ هتبقى فرحان؟ هتسيبه طلع؟ طب مش هتقبل حاجه زي كده خالص، وهتقول الظلم والناس اللي بتفرق بين الناس في تعاملاتها وكلام من ده، طب هتعمل ايه بقى؟ لا انا مش عايز احط نفسي في الموقف ده. كل بساطه رحت لافف وراجع تاني العربيه وانطلقت. صديقي ده اللي جوه كلمني بعديها بنص، قال لي انت فين، انا مستنيك، ده احنا خلاص قفلنا الباب. قلت له لا انا مش جاي، انا كسفت من نفسي مش هعمل كده، وكتبتها على الفيسبوك عشان احرج نفسي. انا دايما بطلب من حضراتكم دايما كل واحد يلحق نفسه، لما تكون بتقرا كتاب شوف الكلام ده ينطبق عليك ولا لا، لقيت حاجه فيها سجاره غلط طب عايز اطبقها على نفسي، اقف شويه كده. ونمره 2، انا عايز افكر نفسي كل يوم بالليل ب5 دقايق كده، هو انت غلطت في ايه، استهبلت في ايه، طب وقف نفسك كده، هو انت دلوقتي الكلام اللي بتقوله البنت دي بتقوله عشان بنيه طيبه ولا عايز منها حاجه؟ هو انت الراجل ده كلمته مخصوص تقول له يا سلام على شغلك عشان بتنافقه عشان بعد كده تطلب منه طلب؟ لا ما بتعملهاش يا جماعه، تخسر نفسك، مفيش حاجه تستاهل تخسر نفسك خالص. طارق بيسالني تاني، مدمن قراءه حابب ابدا اكتب وانشر اعمل ايه؟ انا برضو جاهز في الحاجات دي يا طارق، انا مش محترف خالص في الكتابه والحاجات دي، لكن ممكن اقول لك اول حاجه انت ممكن تعملها يعني مهمه جدا، انك تكتب دايما تجربتك الشخصيه. دايما الاجانب عندهم جمله جميله بقيت استخدمها على طول، الستوري تيلر. فكرك كده ايام المدرسه كنت امتى بترفع ايدك وانت في الفصل كده بحماس عايز تجاوب جامد قوي وانت مذاكر، لو مذاكر عندك القدره تقول جمله واتنين والف. اقول لكم مثال تاني، في يوم من الايام كنت بدي محاضره كده، كان عندي دفعه معينه وكان عندي بنوته جميله جدا في الكلاس، كانت كنا بنعمل ماجستير اداره اعمال، يعني واحده مش صغيره يعني كبيره يعني. هي كان يا عيني عندها اثار من شلل الاطفال زمان وتعالجت غلط، فبقى عندها دايما تقل في لسانها اللي هو الستاترنج التهتهه يعني، فبتتلعثم في الكلام ما بتتكلمش ببساطه وغيره. كنت قاعده معايا في كلاس، انا بدي دايما النمر عاليه جدا في الماده بتاعتي دايما على الناس اللي هي بتشارك معايا بتتفاعل وتشارك وتجاوب وتسال اسئله جوه المحاضره. النتيجه خلصت وطلعت وهي البنت ما خدتش نتيجه عاليه قوي، وبعدين لقيت انا ببدا بقى فصل جديد، لقيتها جايه لي اول يوم كده ودخلت قدام الطلبه كلهم بصوت عالي وبحماس كده، حضرتك انت عارف الجريد بتاعي طلع ايه؟ طلع بي بلس. قلت لها اه بي بلس. قالت لي انا ليه خدت بي بلس؟ انا كنت السائل احسن من كده بكتير. قلت لها لا انت لم تتفاعلي معايا. فما انطلقت يا جماعه 10 دقائق غسلتني هجوم عنيف، وانت ما عندكش انسانيه وما عندكش تقدير وما حطيتش في اعتبارك خالص الحاله الصحيه اللي عندي، وانا لو كنت زي الباقيين كنت اتحاسب زيهم، لكن انت ما بتفرقش ومش عارف ايه وده كارثه ومش عارف ايه الكلام ده. بعد ما خلصت 10 دقائق متواصله يا جماعه الفصل كله سقف لها، وهي عيطت وقالت لي انا اسفه جدا، ال10 دقائق دي لم تتوقف ثانيه واحده. ليه؟ انها كانت بتتكلم بقلب حاجه مقتنعه بيها، يور ستوري تو حكايتك. فيا طارق انت عشان تكتب بشكل كويس جدا، مش هقول لك دايما تكتب تجاربك الشخصيه، بس عايزك تعيش وسط الناس. وقوه نجيب محفوظ جت منين؟ الله يرحمه الكاتب العبقري الاسطوري بتاعنا، كان دايما وسط الناس، لما كتب عن الحرافيش كان عايش مع الناس دي كلها. انا بحاول دايما اعمل كده، بحاول دايما في حياتي كل يوم بنزل واركب توك توك في بعض الاوقات واتمشى وسط الناس واكل في منطقه شعبيه، عايز اعمل كل حاجه بشكل اللي هو طبيعي وتلقائي جدا، مش عايز اعمل اي حاجه اقعد اتعب. وده سؤال من صديقه عزيزه جدا دينا مراد، اهلا بيك يا دينا، يا رب دايما تكوني في احسن حال. ازاي اتغلب على البلوك اللي بيحصل وفجاه بيجي لي سد كده مش عارف اكتب؟ هو السد بيجي ليه بقى يا دينا؟ تاني لو انت عايشه الحاجه قوي هتكتبيها، هقول لك دلدقي ارميها كده
زي ما بقول نفس قصه طارق. اول ما يكون عندك قصه، تعرف بعض الاوقات تلاقي ابنك مثلا ولا بنتك وانت صغير كده، وهو صغير لسه جاي لك جاي من المدرسه هيتجنن، بابي انا عايز احكي لك، وعمال يقطع في الكلام ويدخل معلومه في ثانيه وانت سايبه منطلق تماما. اول لما تهديه وتمسكه مش عارف يتكلم، هو عايز يقول لك كل ما عنده ويعيط وفجاه يضحك ويرجع الموضوع من اوله ويديك معلومه بعد كده. اكتبه زي ما هو كده، عايزك تكتب الاول، بعد كده نبدا نتكلم على التفاصيل. فبالنسبه لك يا دينا، هو اللي قافلني برضو ان انا اكتب ان انا ما انش اوانها. انا عايز اقول لكم الثلاث كتب اللي كتبتها قبل كده، الثلاث كتب والله يا جماعه، الثلاث كتب كل كتاب كتبته فعلا في 3 اسابيع. وقبليها كنت بقعد شهر وشهرين مش جاي حاجه، وناس تبعت لي الاخبار كتابي اللي انا جاي في السكه، انا قربت وانا مش عارف اكتب، قلبي مش في الموضوع، الفكره مش في دماغي، بس سايبه كده في ايه، في الخلفيه كده، حاطه في الخلفيه معايا، وبقول هيجي لي ان شاء الله الوحي، او انا عندي عارف عايز اكتب ايه بس مش طالع، لغايه لما فجاه الاقي نفسي بدات ايدي بتكتب بالقلم حاجه ورا الثانيه ورا الثالثه كتير جدا. فدايما تجربتك الشخصيه، تجربه الشخصيه دينا لو قافله معاكي سيبيها، لما الدنيا بتقفل جدا مش هلعب خالص، هنسى الموضوع تماما كده، واروق شويه كده وارجع بظهري لورا كده واقول ايه، اعيش حياتي في كل حاجه تانية. وفجاه تلاقي الهام جالك، لو الموضوع يستاهل، لو ما يستاهلش انا مش هعمل فيه اي حاجه خالص. اخر رساله عندي هنا محمد فتحي، التاريخ لا يذكر الا اصحاب الرسائل القيمه والفلسفه النافعه وطبيعه الحال هؤلاء سوف يقابلهم عقباء وتعداء. تاني عايز اقول لك يا محمد، والله ما في عقبه ولا عدو البني ادم الا نفسه. التحدي الكبير دايما بيبقى عندك انت، انت اللي بتحط على نفسك القيود والحواجز، انت اللي في بعض الاوقات، ويمكن ده حصل لدينا برضو، ان انا عايز ابقى perfectionist، عايز اكون يعني مثالي جدا، فعايز اعمل حاجه دقيقه قوي وواضحه جدا وحلوه جدا ومش عارف ايه وكل الكلام من ده. مش حاجه كده، الكتابه بالذات ما فيهاش قواعد، ما فيهاش اصل انا الجمله كان كذا سطر وبعدين وراها مش عارف عملت ايه ازاي، لا ما فيهاش الكلام ده. كتابه هي ابداع انطلاق اي مكان، السوق بتاعك شويه بديهيات بنبص عليها، انا ما درستهاش، لكن لغايه بعد لما كتبت الكتب بتاعتي بدات ادرسها، بس ما حطيتش نفسي اي قيود ولا حواجز وانا بكتب. القيود الطبيعيه اللي انا حياتي مؤمن بيها، مش قيود انا بحبها، نكتب لغه مهذبه، لغه جميله، جمل قصيره عشان الناس يستوعبوها، لان ده برضه ده جزء من شغلي، في شغلي دايما، فاحنا بنشتغل في الاداره واعاده الهيكله وغيره، اول لما تقول جمل طويله جدا الناس بتقع منك. انا عايزك تقف مره واثنين وثلاثه، فرق انك تتكلم بحماس وبسرعه او انك تقول جمله طويله فيها 45 كلمه الناس هتوه منك. احنا عايزين نقطع الكلام وناخدها بالراحه كده ونوصل رساله حسب انا بكلم مين برضه. عندي رسالة عايز أطلعها، عايز أوصلها للناس صح باللغة بتاعتهم اللي يفهموها، ده اللي بيوصل رسالة إن شاء الله. الوقت طار الحمد لله، أنا سعيد إن هو طار، مش عايز أقول لكم اللي علق اليوم النهاردة كان طويل إزاي، كنت الصبح في زايد، وبعدين طلعت على بدر، وبعدين نزلت على وسط البلد، وبعدين رجعت الهرم تاني، وبعدين رجعت الطريق الصحراوي، وبعدين رجعت زايد، وبعدين طالع طلعت بعد كده سيدي عبد الرحمن، كان عندي محاضرة 3 ساعات مع الشباب خلصت قبليها على طول. فانا بشكركم جدا ان انتوا كنتوا معايا وصمدتوا معايا، وبقى انا اسف اذا كنت بتكلم بسرعه زياده والتعب والارهاق خلاني مش مركز قوي. يا رب اكون وصلت رساله كويسه، اتمنى الناس تقرا، واتمنى لما تقرا دايما تقرا الحاجات اللي هي ذات قيمه، هنعرف ازاي انها ذات قيمه في ريفيوز دلوقتي كتيره جدا. وعايز اقول لكم اجمل حاجه بطلبها من حضراتكم بقى، تروح كل فرع من فروع ديوان، وانا جربتها ان انا ما في مره اروح ديوان الا وبتكلم مع الشباب اللي هناك واقول له انا نفسي في كتاب عن كذا، يقول لي على فكره عايزه عربي ولا انجليزي، على فكره في فلان عامل كتاب كويس في كذا، في كتاب كذا عامل كذا، في كتاب عامل كذا، ويلكم يا كابتن. هيقول لك تعمل ايه؟ يعني ده بيفكرني ديوان في مصر يا جماعه بقى عامل بالظبط زي مكان كنت بعشقه في بيروت اللي هو فيرجن. فيرجن في بيروت بالذات كان يجنن. ليه؟ لان الناس هناك كانوا الشباب زي الورد، بخش اقول له انا كنت بعشق كل حاجه تاريخ، اقول له انا عايز اي كتاب عن الحرب اللبنانيه، يقول لي بص بقى انا كتائبي بحب كتائب. فيعني هقول لك فلان ده هايل بس ده تبعنا. بس على فكره تلاقي الكتاب ده كمان التاني ده محايد سنه، بتاع روبرت فيسك اللي هو بتاع الاندبندنت اللي هو بيتي ذا نيشن، وبعدين الاقي حاجه تالته مش عارف ايه ولا حاجه رابعه اروح وراها ازاي. فانا عايزك تقرا من كل المصادر تمام، وتشوف الريفيوز الكويسه، وروح مكان زي ديوان هيقولوا لك الشباب هناك زي الفل، انت بتحب ايه، طب ده هينفعك، ده هيفيدك، وهكذا. اخر سؤال قبل ما اقفل معاك، وطارق برضه بيسالني في كتابك استثمار ست، لما ما يعجبكش الشغل وما تلاقيش شغل كنت بتمشي. عايز اقول لك لا، الحاجه اللي كانت بتمشيني في نفس اللحظه على طول يا طارق كان دايما اي حاجه غير اخلاقيه ما بقعدش بعديها يوم واحد حتى لو قعدت في بيتنا. لكن جنب كده لو انت لعيب كويس مهما كان ظروف السوق صعبه، اللعيب الكويس بيلاقي فرقه على طول على طول على طول على طول. فاللعيب الكويس هينجح في اي مكان. وعلى فكره في عز الايام الصعبه جدا بعد الثوره والايام الكورونا لما ناس كتير فقدت وظائفها، اللعيب الكويس كان بيلاقي فرقه واثنين وثلاثه. انا عايزك دايما تكون انت محترف، ودايما بقول الاحترافيه بتاعتك مش ان انت احسن ماركتنج مانجر مثلا في مجال الصابون في مصر، لا انت احسن ماركتنج مانجر نقطه في اي مجال في اي صناعه في اي بلد.
ده اللي عايزين نوصل له ان شاء الله. ربنا يخليك يا عبد الله، بشكرك بشده وبشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا. انا هتدور، لو دخلتوا هنا على الصفحه يا جماعه هتلاقوا ديوان فيه سلسله بكل الفروع بتاعتها، وكان لسه قريب فرع جديد بيفتتح. بس عايز اقول كمان، انتوا لو عايزين اي كتب للديوان بيجي لكم اونلاين، بتطلبوا على طول بيجي لك دليفري لغايه البيت. وانا من امبارح دخلوني ادمن معاهم في الصفحه، يعني بحاول ما اقراش الحاجات لان مش هقرا الحاجات عشان اقدر اطلع معاكم لايف النهارده، بس كم التفاعل الجميل. كل دقيقه بتيجي مسجز من ناس بتسال على كتب، بتسال عايز تشتري كتب معينه، طب في كاتب الفلاني، طب مين تاني ممكن يبقى زيه، وهكذا. عيشوا الحياه دي، جربوا الحاجات دي جميله جدا. والقراءه عايز اقول لكم بتهدي الاعصاب، بتقلل الضغوط، بتقلل الاحباط جدا، لانك تكتشف اللي انت شايفه ان هو حاجه صعبه جدا 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 بالنسبه لك، عدى على كل الناس قبل كده. الناس اللي انت فاكره عجبه بالنسبه لك نهايه الكون يقول لك ايه انا عديت فيها. انا لما دخلت في موضوع الكورونا شايف الناس بتشحت في جنبي، يا جماعه انا عديت في حتتين موت وقالوا لي ايدك الشمال عمرها ما تشتغل. انا بصحى كل يوم ايدي الشمال ورجلي الشمال فيها الم غير طبيعي. انا على فكره في اليومين دول الكورونا مكسره الدنيا والناس مرعوبه منها، بنتي عندها جلطه وابني كانت عيان مش عارفين نوصل له اساسا، ما عارفين نكلم دكتور ولا غيره، والدنيا مكمله وبتنزل كل يوم تبتسم وتضحك وتقول الحمد لله ويعني استعنا على الشقا بالله وربنا يكرمنا ان شاء الله. طبيعيين، ما تقلقش، مفيش حاجه صعبه. القرايه بتقرب لك القصه دي كلها، بتسهل لك امور كتيره جدا جدا جدا. اخر رسائل، انا خلاص مخلص، مش عايز اصل معاكم كتير كده. بشكرك شد يا اسماء، يا رب يكون عاجبك الكلام كله. معالي سعد، معالي سعيد، ربنا يخليكي وبشكرك. وحاضر هذا موضوع البودكاست، انا عملته مرتين قبل كده مش فاهمه اي شباب، قالوا لي هنعمل معاك وهينزل وطلع كويس ان شاء الله. نفكر نعمله، بس انا قريبا جدا ان شاء الله في الرتوش الاخيره ان احنا نعمل قناه يوتيوب هيكون فيها حاجات كتيره جدا جميله ان شاء الله. هيكون جزء منها ان احنا بنعمل ريفيوز لكتب كمان، ونقول اجمل ما في الكتب دي ان شاء الله. فاوعدكم هتحسكم بكتب جميله زي ما كنا بنعمل في الراديو قبل كده في راديو هيتس، كان دايما عندي اختصار الكتاب كده. ونفس القصه كمان هيكون عندنا حاجات كتيره للاداره، المشاكل الشخصيه اللي بنتعرض لها في الشغل، حاجات كتيره من هذا القبيل هنحاول نغطيها قد ما نقدر ان شاء الله. اشكركم جميعا، ليله حلوه عليكم كلكم، وربنا يخليك يا طارق، واتمنى يكون مفيد بالنسبه لكم وتستمتعوا كمان، يا رب يكرمنا جميعا كده. خدوا بالكم من نفسكم كالعاده، دايما بقول للناس الجمله الاخيره ما تكلموش اي حد غريب، واستمتعوا بالحياه اللي بتقدروا كده، واستمتعوا انكم بشر، انكم بتغلطوا، تعلموا من اخطائكم، تقولوا كلمة حلوة، تكبروا خاطر الناس كما تدين تدان، كل حاجة حلوة بتعملها حد بترجع لك تاني إن شاء الله. أشوفكم على كل خير إن شاء الله.